السلام عليكم خوتي المغاربه، كي دايرين؟ بخير، نتمنى الله تقبلوا مني الهضره اللي قلت لكم. راه على صواب، الله يرحم لكم الوالدين، تحيه لكم، الله يخلي لكم وليداتكم، الله يطولنا في عمر اي واحد. تحيه لكم. اليوم جيت نعاودكم واحد القصه، ما هي حبسنا، هي تالي شي لعبه، ما هي تشي السو. واحد النهار مشوشر مكمل، ربي اللي عالم به، مشوشر مكمل، ربي اللي عالم به. تحيه لواحد الاخ فاروق شيشان من المنبر هذا، تا هو تحيه لي، حاضر معنا واحد الاسطوع، واحد الدري عبد الله حشحوش، تا هو حاضر معايا. وانا مشي عند فاروق، قلت له خي فاروق، واحد التيره كانت عندنا في الحومه، قلت له خي فاروق، هذيك التيره راه هي كيفاش؟ خي فاروق شنو؟ نمشيوش اخويا رمضان جاي تشور وندبرو على راسنا. قال لي هي الاولى خي نبيل، مرحبا. قلت له شنو دابا المعمول؟ قال لي دابا غدا الوقيته الفلانيه خصك تتلاقى معايا وعبد الله، الا بغى يجي معاك، وغادي نشدو المركب وغادي نمشيو للجامعه ديال سلا عند الرئيسه بيديها. قلت له واخا مرحبا. غدا فقنا طنطن تسع عندو تسع عند عبد الله فيقتو، با فاروق، با فاروق فين؟ يلا با فاروق الله يحن عليك. شدينا الطاكسي مشينا، وصلنا هو عندو التجربه تما كاين، طلعنا قدام البيرو ديال الرئيسة ديال الجامعة ديال سالا، بقينا واقفين. جا مع شكون اللي يهضر معاه؟ قال بغيت نشوف أستاذة فاروق بريكي، عارف شكيدير. قال بغيت نشوف أستاذة زمعك، هو راه عارف من الأستاذة من شكون كذا. قال له واخا، قال له شوية استقبلو شوية. دخل عند الموظف ديالها، قال له بلا بغاو يشوفوك واحد الناس. قالت نوية، قالت له مرحبا، استقبلتنا، استقبلتنا بحال هكا استقبال إداري ديال ولاد الناس، ما طيحتش منا واخا، وجينا من الاخر. هضر فاروق هو الاول، قال لي بلي راه هاد الدراري هادو هما اللي جبت، راهم دراري ضاربين الحبس، وراهم دراري عفا عليهم الله من الحبس، ودابا راه واحد التيرا في قنت الشيشه الفلان فلاني، دابا راهو ما بغاو يديروا تما شي بطوله ديال كره القدم تما كاين، وبغاو اصلاح وكذا، وهادي وبغاو يقادو مع وليدات البلاد وكذا، وكلشي يتمتع من هادشي، وهادي قضيه زوينه. الرئيس مابقاش كتشوف فينا وحق الله العلي العظيم اخوتي، وهي تهضر معانا، قالت لنا واش نتوما واش بغيتو شنو دبرو على راسكم ولا شنو؟ قلنا والله ما كاين هادشي هذا، حنا راه فعلا بغينا ندبرو على راسنا. يا ربي تسمع، قلنا لها بغينا نخلقوا في الحومه، عندنا شويه الجوز ويوان رمضان، بنادم ينسى المشاكل والاجرام وكذا، وحنا هادشي ما لقيناش في صغرنا وكذا وكذا. مسكينه صافي، قالت لنا صافي سيروا ولا عليكم. مشينا بق 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 بق، داز يومين صوناو على النبره عند فاروق، دار شي يومين صوناو على فاروق، جا لعندو الراجل ورانا، مشينا نعيط لنا فاروق، جينا ورينا التيران، التيران ها هو من هنايا حتى لهنايا، طن 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 طريق المقاطعة، طن طن طن، صافي مشى بحالو. لا غدا شنو جا اخوتي؟ جاو جوج جهم هاماش، وجات تراكس، وجات الروينة، القيلاب نوط ليهم تما كاين، حق الله العلي العظيم اخوتي، ولكن هو راه مزيان للشعب، واخا هذاك الشيء تخسر مزيان للشعب، والله العلي ما مسخيتش هاكا تكون. قعدوا لي هذيك الرملة كاملة وذاك الحجر اللي كان في الأرض كامل، قعدوا وطلعوا لي الرملة على الجبال، وقادوا لي الجبال وشمتوني، وجابوا لي ودقدقوا لي الأرض، وأنا مقابل وكنجري معاهم من هنايا وكذا في ذاك الشعبان والعرقال، راكم عارفين، والتراب والرملة، شوية عاد يجيبوا لي، عاد يطراسي وعاد يجيبوا لي تشوفنا، عاد شمتيني. واحد الساعة خدامين الناس، وشكون اللي شاد عليا؟ شاد عليا واحد الباركينغ ديال الجن، الجن مصطفى. ودابا الجن مصطفى الله يسهل عليه، تا هو راه عنده واحد الباركينغ كيتزق الله بيه تما، راه عفا عليه الله الحبس، الحمد لله هاكا بغينا نكونو بخير. دابا داك الباركينغ جا عندو الحدود مع رمضان، الحدود جا على التيران، واه دابا مشكل ما يبقاش عندي انايا مع العدالة والحكومة والعلامة، يولي عندي مشكل مع الجن، والجن عندو على الطرف، طرف صغير، ورا داك الطرف ما واصلوش على هادي، على حساب الكورنين كيحط ليا كلب واحد الكورنين، البالون اللي تفرقعوا له الكلب ديالو غنقتل له كلبو، إذا وليش معاه في، وتخيل واحد الكلب باقي الآن حاقد عليا من ذاك الوقت، حيت غنقتل له كلبو يفرقع عليا هو بالعاني، زعما كيقول لي ما تفوتش الحدود، حيت هو كان أصلا موقف على الطوموبيلات تما،
من بعد بغيت ندير التورنو وخرج البلان، حيد الطوموبيلات ديالو دخلهم صافي خرج ليا المساحه ديال التيران. واحد النهار جيت لقيتهم واقفين، الناس اللي في الهمامه واقفين خدامين ما والو، مع وحدهش هذاك التيران كاين المقاطعه كاين السوق هنايا قبل السوق ما يخرج، حيت السوق كان في الاول كيخرج ويمشي ويجي، كاين المقاطعه كاين السوق هنا كاين التيران هنا، خليت الناس خدامه تما خدامين عندي تما كاين بسلام. مشيت للسوق مع الاجواء ديال شعبان وكذا وهادي، مشيت ندبر على راسي نتكوكط تبارك وما عارفين البلاد. شنو الساعة غبرت جيت وانا نلقى لها مهامة واقفة والناس الخدامة عندي واقفين والدوزان والمطريال واقفين وش هادشي، وانا نتم جي كنجري ونقول لهم مالكم واش مريحين ترتاحوا شي شوية؟ قال لي لا رجع عندنا واحد عزي وقالنا لا استعفرتوا شي حفرة غادي يهبط لكم القايد يحيد لكم بيرميات وكذا. قلت له شكون هذا عزي هذا؟ قال لي راه خدام معاهم هاكي داير. قلت له هذاك راه مصطفى عزي، شمن عزي هذاك راه الجن عزي هذاك. قلت له وانا نطلع عند القايد وانا نمشي وانا نتور باب المقاطعه اخوتي، والله حتى التوره ما رجعش اللور، عشان داك الشيء كي تما جاي مع سيدنا شي مشينا غادي من على الجامعه، وحتى راه هو القايد من هبط بغى يسول من ماما الداخ قال له راه الدري مكلف فاروق ونبيل كذا كذا الداخ هذاك القايد بعدا، وداك القايد لا اخطر قايد عندنا داز هنايا، قايد ممتاز راه مشى مسكين المحمدي الله يسهل عليه كان حمق. انا مشيت عندو قلت له راه غندير تيل، انا مشيت للجامعه وانا نطلع مشيت للمقاطعه كنسب ونطرطم ونشور ونخسر الهضره ونطرد الخبز ديالي هذاك، وطالعوا القايد ما كاينش وما عرفت كيفاش. خرجت عطر ولا في ديك الوقيته في شعبان وقيلا خرج كان خوت كذا، قلت له والو والله يجي يحضر بالله، جا المقدم وجا قلت له والله يجي يحضر بالله مالك انا بين معنا مالي. جا القايد باقا المقاطعة حالة، القايد ما عرفتش فين خارج كذا، جا القايد قال لي مالك اوليدي انا، قلت له انت حبس لي الناس خدامين وحبستيهم وحبستيهم مهاراتهم، قال لي انا ما حبس حد، قلت له انت صيفطتي واحد كحال قصيور لعندهم؟ قال له ما حبسو. قال لي اجي، مشينا لعندو قلت له ها القايد هو، قول له شكون اللي قال لكم؟ هو يقول له راه واحد قصير كحل طن طن طن. يا راه قلت له راه هو الجن مالك السي عبد اللطيف، سميتو عبد اللطيف واقيلا قاعد القايد هذا، قلت له هو الجن. هو يمشي الشنق على الجن، قال له تخرج لي على خدمتي باغي تعذبني حيت هذاك الشيء من الجامعه، بعد منه ما تدورش بيه ولا شنو في الاخر من بعد مني الجن ولا حط لي جوج كلاب. جيت توش كتسال المقاطعه كتلقى بيرجي، وجيت كورنين حط لي بيرجي، يلا لا تشري كورنين ما حلتو، تشري كورنين ما حلتو، يخاف من بيرجي.